يتركزون بهذا الفيديو تركيز خرافي. تمام، خليوني دايخه وراسي يوجعني وطلعوني من هاي الدوخه مال الاسم مال الطفله. شوفوا اكو ثلاث اسماء. هلا بنات، يا هلا، مساء الورد والعافيه والحب والجمال. اتمنى لكم ان شاء الله ما تبقى من اليوم اوقات حلوه وسعيده تقضوها مع ناسكم واحبابكم واهلكم. صراحه يعني ما قدرت والله ما اجاوب على مسجاتكم، ما قدرت ما اتشكر منكم على كلامكم الحلو. شكرا والله يبارك بيكم على البيبي شاور، ردود افعال كل هوايه، مسجات يعني بعدد المسجات ابعث لكم الف تحيه والف سلام والف محبه والف احترام، مليون مو الف. ما اقدر والله ما اقدر يعني ما اقدر اجاوب على كل المسجات لانه كم هائل من المحبه تغمرني. يمكن هاي سعادتي اكثر من سعادتي يعني فرحتي بالبنوته بالبلبل. اي فاشكركم والله هواي، احبكم. شكرا بنات، شكرا كل هواي، شكرا شباب ايضا. ان شاء الله بكثره. طبعا احنا قبل كنا ما نحبك، احنا قبل كنا ما نتابعك، طبيعي جدا صرعتكم رده فعل لانه ما كانت حياتي كلش مبينه لكم او مبهمه يمكن. فالانسان عليه بالظاهر عرفتوا، فمن يتقرب منكم اكثر هيك تحسوه يعني كلوز منكم اكثر، راح تفتهموه اكثر وتغيرون وجهه نظركم. فانتوا ايضا احبكم لانه سابقا كنت افتقدكم واقول شو الناس اللي ما تحبني ماكو، هسه ما اقدر افتقدكم لانه انضميتوا لفريقي واي لاف يو كلش هوايه. ومثل ما قلت لكم كلش حابه اسوي فقرة خلي نسولف اسبوعيا لانه انتوا لكم حق علي. وش اسمه ولكم مساحه، فيلا قلت ما دام لكم مساحه كلش كبيره انتم بقلبي خليني اعطيكم مساحه اسبوعيه تسولفون بيها تفضفضون بيها، ما عندي شيء. صدقون قوه انهزمت مناي، صايره متعلقه بيا تعلق مو طبيعي. بالقوه سديت باب الغرفه وطلعت، هاي النمنم هذا صاير كلش يشلع قلبي. المهم يلا نروح على اسئلتكم، احاول اجاوب يعني اذا الله قدرني معظم الاسئله، واللي ما اقدر عليها مثلا اجاوبكم بالكتابه. anyway فضفضوا سولفوا واسالوا، عيوني لكم حبيبتي. والله مثلا مثل هيك مسج حيل يفرحني جديات، يعني صدقا احس انه اني قد هاي الثقه اللي انتم اعطيتوني اياها. وعليش بالعافيه تتهنين، الشامبو اكثر من رائع يعني مو حكي لسان، لازم تستخدموه. وشكرا شكرا جديات، شكرا لك حبيبتي. يلا شوف السؤال الثاني، حاول اختصر بالاجابات. انا يقول لي فهد تسولفين هوايه، ما ادري قول لي، بس اذا العالم تحب سؤال في واي نوت يعني حاول اختصر. يلا والله يا حبيبي استئصال العلاقات السامه والناس السلبيه قطع يراد لهم. سوري ما تفضين احد على نفسك، انت ثم انت ثم انت والباقي الى الجحيم. شلون هاي بطريقتك يعني ما اعرف شنو ظرفك شنو وضعك، بس بالمستقبل حيثرون عليك هواي، ديري بالك حبيبي انت. والله يا حبيبه اني كل شيء بالحياه انطي ثلاث فرص، ثلاثه الرابعه ماكو. فتحيه لي وزاره التربيه ووزير التربيه الجديد، الف تحيه له. ان شاء الله نتامل بيك خير وهلا هلا بالطلبه، ونطيهم يا بدور ثالث لانه ما تعرف حرقه الام هيك تلوب هيك تلوب تلوب اكيد 100%. فان شاء الله يا ربي يسمع النداء وهو مستلم منصب جديد. فنصيحتي لك اكسب الطلاب وهلا هلا بيهم، طيهم دور ثالث. طبعا اعذروني اعذروني لانه وجهي كلش وارم، تعرفون على ابواب ولاده، فطالع عبالك عجينه. ان شاء الله بعد الولاده راح ترجع الامور كلها طبيعيه. واكثر سؤال هذا يمكن اكثر من 100 سؤال وصلني، اكثر اكثر. شنو راح تسمين البنوته الجديده؟ تعالوا تقربوا. شو والله اني حايره ما اعرف شو اسمي البنوته الجديده بصراحه، يعني لود 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 مخي، تعبت مخي تعب ما اعرف. هو يعني انطيكم خيارات وانتم تساعدوني، شنو رايكم؟ إذا أوكي كتبوا لي. يلا 100% أني شاطرك الرأي أكيد. الأب هو رب الأسرة، عائلتك ثم عائلتك ثم عائلتك. يعني لو مهما تكون الظروف مهما تكون الأوضاع خصوصا إذا عندك أولاد،
لأنه العائلة ما تتعوض أبداً، والحياة ما تخلى من المشاكل، بس لازم واحد يأخذ الأمور بسلاسة. فشاطرك الرأي أكيد حبيبتي. أوه شعوري جنن والله العظيم، ما أحكي لك إيش قد فرحانين أنا شخصياً. طبعاً فهد ما عنده مشكلة، كله يقرأ عنده ولد بنية ما عنده إشكال، بس هو يحب البنات أكثر. أنا شخصياً وأكثر سؤال طبعاً هيجي نقع بنص قلبي، إنه الله عوضك عن أخواتك الشهيدات باثنين بنات حيكون صديقاتك وخواتك. شعور كلش حلو صدقيني. وأقول لكم سر، يمكن أول مرة أحكي، يعني قبل لا أتزوج كنت بنية أشتاق لرب العالمين، يا ربي إذا تحبني أرزقني باثنين بنات، لأنه أنا فقدت اثنين خوات، عوضني. قبل لا أعرف فهد، قبل يعني كنت أصلا ما مفكرة بالزواج، فحتى أهلي يقولوا لي يا ستي أول شيء تزوجي وخلفي وبعدين الله كريم. فالحمد لله، الحمد لله تدابير رب العالمين نعمة، ولد بنية. بس أنا شخصيا بصراحة محتاجة البنات، فشعر حلو جنن. ممنونة منك حبيبتي، أشكرك جدا، يعني أشكرك أنتي وبقية الأخوات اللي كتبوا لي نفس هذا المسج، شكرا. I love you. ممنونة منك حبيبتي، أشكرك جدا، يعني أشكر، يعني ما أدري، المسج واضح وصريح حبيبي أنتي، ما يحتاج تأخذي الرأي أبدا، تحكين صدق وباقية وياها وأكثر من مرة خانج. خيانة مرة واحدة لا سامحين عليها أنا برأيي، اللي يخون مرة يخون ألف مرة. كل شيء سامحي عليه، كل شيء مقبول بالحياة إلا الخيانة بكل أنواعها، يعني عوفي الله يعوضك بغيره، ولو يتقلب بعد وما يجاوب وهات حيلك، شو تنتظرين يكمل حيلك يعني؟ عوفي بنتي، عوفي حبيبي، عوفي. لا مو مشروع أساسي، حققي طموحك وحلمك، دائما أقول، ودراستك، استقلالك المادي ضروري جدا، بعدين فكري بالزوج الصالح اللي تختاري بعناية مركزة. العمر أنا حسبيك حل فاهمتك والله، سالفة مش القطار بيك، وأكثر سؤال مزعج عندنا إحنا بالعراق تحديدا يعني وبالمجتمعات العربية، شو وقت تتزوجين؟ أخي أكو أسئلة، شو وقت أتزوج؟ شو وقت أخلف؟ ما لها داعي يعني، أكو هاي أسئلة محرجة أحس، عيب واحد يسألها، عرفتوا؟ الزواج ما له عمر معين، حققي كل اللي ببالش بعدين تزوجي. ما طاير يعني الرجال ابدا، وزوجي بالعمر اللي انت مقتنعه به، ما عليك بتجربتي. اني بالنسبه لي تزوجت، اني بالنسبه لي صراحه بعمر الورد اعتبر، مو بس بالعراق، ما تاكل عندنا بالثلاثينات تزوجت يا عمر الورد، بس اني شخصيا امرتاح اني شوفي حبيبي، احنا بمجتمعاتنا ارجع واقول ما راح تسلمين من النقد بشتى المجالات، مو شرط اذا كنتي مشهوره او معروفه او الناس تعرفك، انت ما راح تسلمين من الانتقادات، بس هاي الانتقادات انت ما تبقين مركزه عليها وتضيعين حياتك وطموحك ومستقبلك. لا انا بالنسبه لي يعني بصراحه هوايه فادتني الانتقادات، ما يعني صح اذتني بالبدايه، يعني حتى ما اكون مثاليه وانا انظر، لا اذتني بالبدايه، بس يا اخو مو تبقى طول العمر تاذي، تاقلمت وياها. اوف كورس طبعا لا مبالاه، والثقه الموجوده اللي عندك واللي داير مدارك هم لازم ينطوش ويدعموش بهاي الثقة، وحدك هم ما تقدرين، فبالتالي انه لا تخلين شيء يأثر عليك حبيبي انتي، لانه بكل الاحوال انتي ما راح تسلمين من كلام الناس والانتقادات، بس اصلي اللي تردي وذات ستاية بس بالسلامة. ويا الولادة لا لا طبعا، ويا القيصرية ابد ما يصير، جيبي بالسلامة وارتاحي، واذا عندك ترهلات انطيها فترة بعد فت سنة يلا تسويها، أنا برأيي يعني، ويا القيصرية ما أنصح وجهة نظري. سؤال حلو متكرر دائما، شوفي يا قمر، أنا هاي السنتين بصراحة، هاي شلون راح شلون دار، أوكي، هاي السنتين خصصتها بس للعائلة وللأطفال، ومن بعدها إن شاء الله، إحنا مناوين بعد نسوي أصلا طفل، من بعدها راح أرجع للشعر والقصائد وأسوي لكم فيديو كليب حلو، وممكن أرجع لتقديم البرامج. بس انه اخذت فترة استراحة، لان انا صار لي سنين ويا الشعر، قلت هاي بريك للعائلة، بس ارجع لكم 100%، هنا الشعر، هنا بالعروق بالدم والله العظيم. ان شاء الله قلبي حضرت لكم، عندي 3 قصايد جديدة كاتبتها، راح تحبوها حيل، بس وقت طوني وقت.
انا وايد احبك عمري، فديتك انا يا بعد شبدي على قولت الكويتيين. والله هذا ما يصير كذي امبي، واللي هاي شلون معه دب نصور حنا في ناس ناطرتنا. يلا بنشوف السؤال الثاني، يمكن راح اروح اخذ فاصل شويه وارجع لكم، ممكن ارجع اجاوبكم بالكتابه ما ادري، بس لازم اروح. خليني اجاوب على هذا السؤال، تعالوا تعالوا يمي، اريد تركزون بهذا الفيديو تركيز خرافي. تمام خلي ورا هذا الفيديو احسن. يلا تعال اسأني، دايخه وراسي يوجعني، وطلعوني من هاي الدوخه مال الاسم مال الطفله. شوفوا اكو ثلاث اسماء، بما انه هي اسمها ناي لازم نختار شيء يكون إلى علاقة بالموسيقى، أو على أقل تقدير يكون نفس الوزن مال ناي. عندنا ثلاث أسماء وراح أقول لكم ليش. الاسم الأول بما أنه أنا عندي ناي قلت أسميها ناي وغلاي، ومعروفة غلاي تجي من المعزة والغلاوة والإنسان الغالي عليكم. الاسم الثاني هو وتر، اللي هو الوتر الحساس اللي يعزف على وتار القلب، هم أكو ربط بي أنه بالموسيقى. والاسم الثالث روح، من يسألوش مثلا شنو اسمك، روح فهد، روح شهد، بس طبعا الوالدة أبدا ما مقتنعة بهذا الاسم. فأنتوا انطوني انطوني ذوقكم، أريد ذوقكم ورأيكم، وإذا ثلاث أسماء مثلا ما حبيتهم كتبوا لي، فأرجوكم ساعدوني بالثلاث أسماء منو اللي دخل قلبكم، وإذا ما حبيتهم ثلاثتهم شنو البديل. بس البديل لازم يكون قلت لكم يعني يتناغم مع اسم ناي، ولازم تساعدوني. راح اخذ فاصل اني، يمكن ارجع اكمل اسئلتكم او يمكن ارجع اجاوبكم كتابه، بس لازم اروح لاهل يردوني. راح اتابع هسه ارائكم بخصوص الاسم. تمام اوكي متفقين، واي لاف يو، كلش احبكم، كلش احب تواصلكم، وكلش استمتع من احكي وياكم عمري. انت الله يحفظكم.